معي عبر سكايب من نينوى ومراسل أخبار الآن لؤي أمين. لؤي، مساء الخير. آخر ما وصلت إليه تطورات هذه المعركة الثالثة، المرحلة الثالثة والتي سميت بالمرحلة الحاسمة. نعم، مساء الخير ميسون. نعم، المعارك منذ يوم أمس انطلقت في مرحلة أخيرة وحاسمة كما أكد القادة العسكريون لنا. اليوم انطلقت المعارك أيضا واستمرت باتجاه حي 17 تموز، هي أبرز أحياء الجانب الغربي والذي سقطت، وهي أولى الأحياء التي سقطت بيد داعش قبل 3 سنوات. اليوم استكملت قوات من الفرقة المدرعة التاسعة وقوات من الرد السريع تحرير حي الهرمات وكذلك المشيرفة، وصلت إلى حاوي الكنيسة وحررت دير قديم وأثري، دير ميخائيل، وصلت إلى مشارف النهر دجلة وهي باتت 2000 متر فقط بعيدة عن الجسر الخامس، هذا الجسر الذي هو يعتبر مفصلي بين الأحياء الجديدة في الجانب الغربي والمدينة القديمة وكذلك المجمع الطبي والمدينة، مدينة الطب كما تسمى. نحن نتحدث اليوم وصلت إلى مشارف القوات الأمنية، وصلت إلى مشارف حي 17 تموز، هو أبرز الأحياء، وبسقوطه وبتحريره لا يتبقى سوى المدينة القديمة وكذلك مدينة الطب. هذه المعركة يبدو أنها مفصلية لأن القوات الأمنية اجتمعت كلها في محور واحد وهو محور الشمالي الغربي الأقصى، وهي تتقدم بوتيرة متسارعة جدا. ما أهم ما يتم استعادته اليوم لؤي ويؤثر في المعركة بالساعات القليلة المقبلة؟ نعم، ما تم استعادته اليوم هو ذات أهمية كبيرة، حي المشيرفة وكذلك الحاوي الكنيسة، هذين هما يعني الآن القوات الأمنية أحكمت الطوق وطوق كماشة على حي 17 تموز وحي النجار. بسقوط حي 17 تموز بيد القوات الأمنية لا يتبقى سوى أحياء صغيرة فقط، هي كل ما تبقى للأحياء الجديدة التي هي تحت حكم داعش والمدينة القديمة كما تعرفون. نعم، شكرا لك. من نينوى مراسل أخبار الآن لؤي أمين.